السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب، إن شاء الله تكونون بصحة وعافية وبأحسن حال. اليوم راح ناخذ المحاضرة الثانية، نريد ناخذ كل لير ومميزات هذه اللير بالتفصيل. اليوم نجي ناخذ المحاضرة الثانية بعنوان الفيزيكال لير. الفيزيكال لير احنا مثل ما قلنا سابقا هي تعتبر أول لير باللايرز السبعة اللي أنا عندي بالـ OSI Module، وهي مسؤولة عن عملية إرسال الإلكتريكال سيجنالز اللي هي صفر وواحد، وهي تتعامل ويا كل شيء هاردوير، يعني كل شيء ملموس هي تتعامل ويا الفيزيكال لاير. طبعا هذه هي بعض البروتوكولات، الإثرنت، بلوتوث وإلى آخره، بروتوكولات تستخدم بالـ OSI Module بفيزيكال لاير. طبعا نيجي ناخذ الاوفر فيو لهذه المحاضره، راح ندرس السيجنالز، الترانسميشن ميديومز، الانالوج، الديجيتال ترانسميشن والسويتشنج. احنا مثل ما قلنا سابقا الترانسميشن ميديوم ينقسم الى نوعين، يا اما واير او وايرلس، او ما يطلق عليه الجايدد. الجايدد يعني ان هو واير، يعني انت الداتا قاعد ترسلها يا اما باستخدام واير او اللي هي يعني الأنواع الاعتيادية من الكيبلات، أو باستخدام Optical Fiber Cable. نجي شنو أنواع هاي الوايرز اللي أنا قاعدة أستخدمها. أول نوع اللي يطلق عليه Twisted Pair، طبعا هو نوع من أنواع الكيبلات اللي أنا أستخدمها لعملية إرسال الداتا أو عملية إرسال البيانات، بحيث أنه نلاحظ أنه الوايرات تكون ملفوفة على بعضها البعض، يعني Twisted ملفوفة على بعضها البعض. وعندي نوعين اللي هو unshielded والshielded، راح اجي انطيكم اوضحكم في الصوره. هسه هذا هو الunshielded، مثل ما تلاحظون هاي الكيبلات تكون twisted، فلذلك من هنا جاءت التسميه، يعني انه هي ملفوفه على بعضها البعض، وهذا انا عندي كفر اللي يغطي لي هاي الوايرات، هذا unshielded. تلاحظون الshielded عندي حمايه اخرى، يعني عندي two cover، يعني هنا one cover، انا عندي هنا لا two cover، فراح يصير انت عندك يعني حماية او بروتكشن لهذا النوع من انواع الكيبلات بشكل افضل، وهو نوع يستخدم لنقل الداتا او نقل البيانات. نجي على النوع الثاني اللي هو البيس باند كوكسل كيبل، من اسمه بيس باند يعني هو يستخدم للديجيتال ترانسميشن، يعني وهي عبارة عن اصفار وواحدات. وعندي مثلا هاي النوعين تو اكزامبلز اللي هي 10 بيس 2، هاي مجرد اللي اريد يعني اريدكم تعرفوا انه 10 يعني كأنما هذا انقل 10 ميجا بيتس بير سكند، 10 ايضا 10 ميجا بيتس بير سكند، يعني هنا انا عندي 2 سيجمنتس، هنا 5 سيجمنتس، يعني مجرد تسميات. فهو كيبل يستخدم حتى انقل اني ديجيتال ترانسميشن، وهاي مثلا انواع عليه، وهاي 10 جايه من المصطلح انه هي يعني انا انقل 10 ميجا بيت بير سكند. اما النوع الاخر اللي هو برود باند كوكسل كيبل، هو ايضا كيبل نستخدمه بس ننقل بيه شنو، ننقل بيه انالوج ترانسميشن، يعني ننقل بيه داتا مثلا الفويس، داتا مثلا اللي هي الفيديو، يعني هي تطلق عليها انالوج ترانسميشن. اجي اراويكم صوره الفرق ما بين البيس باند والبرود باند. هنا هسه انت فرضا عندك حاسبه ورابطها على المودم مالتك، هنا هذا الكيبل هو دا ينقل ديجيتال سيجنال اللي هي بيس باند سيجنال، مثل ما تشوفون 0 1 0 1، هو دا ينقل اشاره واحده فقط، اوكي دا ينقل اشاره واحده فقط. هسه هذا فرضا المودم مرتبط بالتليفونز كيبلز، يعني هنا دا ينقل لك اشاره انالوج سيجنال اللي هي برود باند، وممكن يعني هنا لها تردد وترسل، يعني ممكن انت ترسل اكثر من اشاره سوا. فهاي البيس باند هي إشارة يطلق عليها الكتريكال سيجنالز اللي هي 0 1، وهنا إشارة اللي هي برود باند لها تردد، وأني أقدر أنقل أكثر من إشارة عن طريق البرود باند ترانسميشن. أجي مثلا أيضا على فكرة هذا، هنا أنا عندي هذه البيس باند هو كيبل ينقل لك فقط سيجنال واحدة، أما البرود باند لا، هو ينقل لك أكثر من إشارة، اوكي. فهذا الفرق ما بين البيس باند ترانسميشن وما بين البرود باند، يعني البيس باند ينقل لك الكتريكال سيجنالز، اما البرود باند لا، هو ينقل اكثر من اشاره انالوج لها تردد معين، و يعني مثل فويس مثل فيديو، يعني اشارات انالوج، اوكي. هاي عندي 3 انواع من انواع الترانسميشن لاين او ترانسميشن ميديوم. هسه نجي على الاوبتيكال فايبر، اكيد كلكم تعرفون شنو الاوبتيكال فايبر. الاوبتيكال فايبر بي نوعين اللي هو المولتي مود، والنوع الاخر اللي هو السنجل مود. طبعا بالمولتي مود يعني انت قاعد ترسل اكثر من اشاره خلال الميديوم او خلال الترانسميشن لاين. ايضا اجي اراويكم هسه هذا هو اوبتيكال فايبر، هذه هي عمليه سريان الاشاره بالاوبتيكال فايبر، يصير بيها ريفلكشنز و
توصل للوجه المعين اللي انت تريده. يعني مثل ما تلاحظون اكثر من سيجنال اني هنا تفوت عندي بالاوبتيكال فايبر، فمن تفوت اني عندي اكثر من سيجنال يطلق عليه ملتي مود. اوكي، من تفوت اني عندي اكثر من سيجنال يطلق عليه ملتي مود، اما من تجي فقط اشاره واحده بهالشكل هذا، هذا يطلق عليه هنا ايضا طلعت اني عندي مود ملتي مود. يعني انت عندك هاي من صير اني عندي هواي اشارات هاي يطلق عليه ملتي مود، لكن من انت عندك اشاره بس واحدة فقط بهالشكل هذا، هذا يطلق عليه سنجل مود. طبعا هذا يعني بما انه انا عندي هنا هواي اشارات، انا قاعدة ارسل هواي اشارات، راح يصير انا عندي يعني واحدة راح تتداخل ويا الثانية، راح يصير ديستورشن عندي عالي. فبالتالي الديستنس لو تلاحظون هنا الديستنس اللي انا دا انقلها على السنجل مود بتاخذ ديستنس اعلى. فمثل ما قلنا الاوبتيكال فايبر اذا انا عندي نوعين اللي هو الملتي مود، ومن هنا جاءت التسميه لان انا عندي اكثر من اشاره قاعده ترسل بهذا الاوبتيكال فايبر، فلذلك راح يتداخلن بينات يعني تكون نسبه الاتينويشن او يعني نسبه الديستورشن او التوهين انا عندي عاليه. ولكن طبعا اكيد راح تكون قابليته على ارسال يعني هاي داتا ريت، لان انا راح يقدر يرسل اكثر من اشاره. اما بالنسبه للسنجل مود اللي هو هذا فقط اشاره واحده انا اقدر ارسلها، بما انه انا ما عندي يعني لا اتينيويشن لا ديستورشن راح يصير اسرع وايضا يستمر لي مسافات كلش بعيده. نجي هسه ناخذ النوع الثاني اللي هو الانجايدد او ما يطلق عليه اللي هو الوايرلس. انا دا استخدم الهواء كوسيله اتصال ما بين الترانسميتر وما بين الريسيفر، وعندي ثلاث مسميات. طبعا هي كلها بما انه وايرلس اذا هو بشكل اساسي قاعد يستخدم الهواء يعني اللي هو الفضاء، لكن هناك بعض التسميات او المصطلحات اللي هو اللاين اوف سايت. اللاين اوف سايت يعني انت الترانسميتر دا يشوف الريسيفر بشكل مباشر واكو ما بيناتهم خط يعني تواصل. اوضح لكم اياه بصوره هذا، يعني انت عندك هذا الترانسميتر واني عندي هذا الريسيفر، والترانسميتر دا يشوف الريسيفر يعني اثنيناتهم كانما بمرأة لاين اوف سايت، اكو خط واضح ما بيناتهم صريح راح هذا يرسل الى هذا، اكو بوينت تو بوينت كونكشن ما بين الاثنين، هذا يطلق عليه اللي هو يعني البوينت تو بوينت كونكشن. هذا يكون انت عندك ترانسميتر وعندك ريسيفر واثنيناتهم يعني اكو واحد دا يشوف الثاني بشكل صريح، هذا البوينت تو بوينت او اللي هو يطلق عليه اللاين اوف سايت كونكشن. نجي على النوع الثاني اللي هو الكوميونيكيشن ساتلايت. الكوميونيكيشن ساتلايت يعني انت عندك كوميونيكيشن ساتلايت، انطيكم فالصورة واضحة عليه، هذا هو القمر الصناعي. هنا الترانسميتر او الرسيفر اللي هي الجراوند ايرث ستيشن، مثلا محطة ام بي سي، محطة دبي وان، ليرسلون على هذا القمر الصناعي. هذا القمر الصناعي هو يعتبر مثل يعني شلون هو ريبيتر، يعني ياخذ لك الاشارة يضخمها ويرجع يرسلها مرة ثانية. فهذا هو شكل الاقمار الصناعية، هذا شكل القمر الصناعي، فهذا اللي هو الاتصال بينه وما بين الكرة الأرضية. هذا النوع الثاني عندنا من أنواع الاتصال اللي هو الكوميونيكيشن ساتلايت، يكون موجود بالسكاي بالفضاء الخارجي ويقوم بعملية بث الإشارة ويشتغل كريبيتر، يعني ياخذ الإشارة يضخمها يرجع يرسلها. نجي على المصطلح الآخر اللي هو الراديو. الراديو يعني هو يشمل ترددات معينة، يعني يطلق عليه الراديو اللي هو all frequency bands، فالترددات مثلا ال FM، ال ultra high frequency، very high frequency television إلى آخره، فنرمز له بالرمز أو بتسمية الراديو. فإذا أنت عندك line of sight أو الساتلايت أو الراديو، هي كلها نوع من أنواع الوايرلس، يعني أنا دا أستخدم الفضاء الجوي، ولكن هي مصطلحات أو مسميات. هسا نجي نشوف أنواع المودوليشن حتى اني احصل على analog transmission. يعني هسه عندك الداتا من تصير داتا اللي هي digital data، انت من تجي تنقل عبر الهواء الجوي او عبر الوايرلس، يعني انت الاشارة ما تقدر تنقلها كالكتريكال سيجنال 01، لا لازم تحملها على كارير، على اشارة كارير وتنقل هاي الاشارة. هذا يطلق عليه اللي هو عملية modulation، انه انت تضرب الاشارة مالتك او الداتا اللي انت تريدها بساين ويف كارير، وتبدي هاي الويف كارير سميت بكارير لان هي تحمل البيانات او تحمل المعلومات مالتك، تبدي ترسلها الى الفضاء الجوي. وانا عندي ثلاث انواع اللي هو الامبليتود modulation، يعني انا دا اغير الامبليتود مالت من مال كارير تبعا الامبليتود مال الاشاره الاصليه.
فهذا مخطط واضح يوضح لك اللي هو الـ Amplitude Modulation. يعني انت تتغير الـ Amplitude مالت من مال كارير الإشارة مالتك هاي الساين ويف طبعا للإشارة الأصلية، وهذا هو طبعا حاصل دمج الداتا مالتك ويا يعني الساين ويف هاي انت الداتا اللي قاعدة ترسل هيش يكون شكلها يطلق عليه Envelope. أوكي هذا النوع الأول. نجي على النوع الثاني اللي هو الفريكوانسي مودوليشن. هنا لا انا دا اغير الفريكوانسي لكن الامبليتود دا يبقى ثابت. يعني انطيكم فت فيجر عليه. ثاني عندي هاي الاشاره او هاي البيانات اللي انا اريد ارسلها هاي الساين ويف، هاي هي الاشاره او المحصله يعني اللي انا دا ارسلها. لو تلاحظون مثلا من انا عندي امبليتود عاليه راح يكون تردد عالي، من عندي امبليتود قليل راح يكون تردد واطئ وهكذا. فهنا اللي دا يتغير ويا قيمه الاشاره اللي انا دا ارسلها هو منه هو التردد مال سيجنال مالتك. يعني تردد عالي من اشاره عاليه، تردد واطئ من اشاره قليله وهكذا. فلذلك اطلق عليه الفريكوانسي مودوليشن. يعني انت قاعد تتغير بالتردد مال إشارة مالتك. نجي هسه على النوع الثالث أو ما يطلق عليه بالفيز مودوليشن من اسمه. يعني أنا دا أغير الفيز في حين أنه الأمبليتود والفريكوانسي يبقون ثابتات. يعني شنو؟ يعني هسه فرضا أنا عندي دا أنقل دا يعني أشفر أو أنقل مثل ما قال يعني اللي هي البيت واحد. البيت واحد أنا راح أنطي هذا الفيز. لاحظوا هذه الإشارة. البيت صفر شو راح يصير؟ شوفوا out of phase. out of phase مقدار 180 درجة. يعني شوفوا هذه هنا الإشارة راح تكون up، هنا شو راح تكون down، هنا راح تكون down، هنا شو راح تكون up لفوق. ف يعني اكو اختلاف بالفيز ما بين الإشارتين بحيث أني ما يصير أني عندي تداخل أو attenuation، أو هي أصلا يعني تستخدم لعملية إرسال البيانات وإرسال الداتا. هذا النوع الثالث. اوكي اذا الامبليتود انا دا اغير الـ القيمه مال الكارير، الفريكوانسي دا اغير التردد، والفيز اغير الفيز. هسه نجي على الفيزيكال ديفايسز اللي انا دا استخدمها بالترانسميشنز. طبعا المودم، اولا المودم هو اي جهاز يستقبل لك ديجيتال داتا و يقوم بعملية تحويلها إلى إشارة يعني مضمنة بكارير. يعني هو يستقبل ديجيتال ويطلع لك شنو؟ إشارة كارير، يعني محملة هاي الإشارة على كارير. يعني كأنما دا يستقبل ديجيتال سيجنال يحولها إلى أنالوج سيجنال. أنا عندي المودم اللي هو يربط لي الكمبيوتر بالتليفون نيتورك. أيضا طبعا إحنا نحاول دائما نبسط الأمور فنشوف أنطيكم فد بيكتشر سهل شوي الوضعية. شلون هسه هذا المودم او اللي هو الراوتر، انت رابطه فرضا بكيبل بالحاسبه ورابطه ايضا هنا الى سوكت ورابطه بالتليفون. تلاحظون شوي عمليه الربط، يعني انت تربطه الى التليفون لاينز. نفس الشيء هنا، يعني هاي حاسبه تليفون كلها مربوطه بالسويتش بالراوتر. نفس الشيء هنا، انت عندك حاسبة تليفون مربوطات الى هذا الراوتر او المودم وهكذا. هذا اللي هو المودم. اذا هو جهاز ياخذ لك ديجيتال سيجنال يحولها الى انالوج سيجنال. نجي هسه على هذني اللي هي RS232 RS422. هي فد ستاندردز معينة، يعني من خلالها انت قاعد تنقل داتا او بيانات معينة، او هي انترفيسز. يعني تلاحظون هي هاي صورتها RS232 هو فد انترفيس كيبل. يعني انت من خلاله تقدر ترسل فد داتا، مجموعه داتا معينه. ما ندخل بتفاصيل الداتا وش قد اني دا ارسل، انما هو هذا شكله كيبل داتا معينه، تسميات معينه، ستاندرد معينه، يعني رمزولها او تطلقون عليها، وانت قاعد تنقل فد يعني كميه معينه من البيانات او الداتا اللي انت قاعد تنقلها. هسه اجي على الريبيترز والهابس. احنا سابقا ذكرنا محاضرة واحد شنو الفرق ما بين الريبيتر وما بين الهاب. نجي هسه نعيد يعني شنو الفرق ما بين الريبيتر وما بين الهاب. الريبيتر هو جهاز يستلم الإشارة يضخمها ويرجع يرسلها، فوان انبوت وان اوتبوت. اما بالنسبة للهاب هذا اللي هو الديفايس، هو مثل الموزع. يعني مثل تلاحظون يعني إلى اكثر من انبوت اوتبوت، فهو ياخذ الإشارة يعني كأنما يوزع قيمة الإشارة. أما بالنسبة للربيتر لا، هاي الإشارة جايتني مو زينة، راح يحاول يرجعها إلى شكلها الأصلي، يقوم بعملية ريجنريت إعادة توليد السيجنال مرة ثانية. أوكي فهاي اللي هي الفيزيكال ديفايسز اللي أنا عندي. هسا نجي على السونت SDH Network. طبعا هي السونت اللي هو Synchronized Optical Network، يعني هي ستاندردز. أوكي هي شنو هاي السونت والSDH؟ هي ستاندرد
مكونة أو مؤلفة أو مصنعة من قبل ANSI. هسا نشوف شنو هاي ANSI. American National Standard Institute اللي هي مؤسسة أمريكية مثل ما تلاحظون، هي يعني مسؤولة عن عملية الorganizations الخدمات، عن عملية المانيفاكتشرينج، إلها يعني أجهزة وأدوات خاصة بها، إلها بروتوكولات خاصة بها، وإلها developers يعني مسؤولين إنه يطورون الستاندردز أو البروتوكولات. ف يعني هي هاي تسمية السونت والـ SDH، هي مكونة، هي ستاندرد مكونة من قبل منظمة أو الـ ANSI، وهي خاصة بالـ Optical Fiber Network. اوكي يعني تنطيني، يعني دا يقول لك انه انا عندي مجموعه من الستاندرد بالنسبه للاوبتيكال فايبر نتورك، كل ستاندرد بهالقد داتا ريت اني دا ارسل. فعندي مصطلحين مهمات او يعني اللي هي STS اللي هي سينكرونايز ترانسبورت سيجنال، والSTM اللي هي سينكرونايز ترانسفير موديل. هي فد ليفلز، يعني مثل ما قلنا هي فد ستاندرد، بحيث انه انت يعني يقول لك مثلا هذا STS 1 دا يرسل لك هالقد داتا ريت، STS 192 يرسل لك هالقد داتا ريت. راح نحاول هسه اراويكم اياها. هذه تلاحظون يعني ستاندرد، يعني مثل التسمية او المسميات، يعني مثلا STS 1 ينقل لك 51.8 ميجا بت بير سكند، STS 0 ينقل لك 155 ميجا بت بير سكند، وهكذا. وهي في حالة زيادة، وإحنا بالداتا كوميونيكيشن نحاول دائما نطور الستاندرد حتى نزيد الداتا ريت أو الكاباسيتي. وهي تسمية، يعني مثلا دا ينقل 51 ميجا بيت يطلق عليه STS1 أو يطلق عليه STM0، اللي دا ينقل لك فرضا يعني 622 ينقل يعني نرمز له بSTS12 اللي هو STM4. فهي فد ستاندردز معينة يعني كونتها أو صنعتها اللي هي شركة الـ ANSI. اوكي يعني هذا اللي اريدكم تعرفوه عليها. نجي هسه ال SDH هو European Standard، هذا American Standard. فهو افتهم يعني شنو الستاندرد. الستاندرد يعني فد معايير انت تريد توصل لها، ودائما المعايير تحاول انها تطورها سنة عن سنة حتى تحصل على داتا ريت اعلى. نجي على شيء اسمه Sonnet Network. Sonnet Network يعني احنا قلنا هاي الشبكة اللي هي هاي المؤسسة اللي هي الـ ANSI، هاي مؤسسة أيضا مسؤولة أنه تولد لك يعني تنطيك equipment أو أجهزة أو manufacturing. يعني فأنت من تجي يعني أنت فد عندك فد مؤسسة معينة دا تعطي standard ودا تعطيك يعني دا تنطيك أجهزة مخصصة بهذه الستاندرد. من أنت تجي تشتري من هاي المؤسسة فرضا الأجهزة مالتها، أنت راح تولد ما يطلق عليه السونت نيتورك. يعني فهاي الأجهزة مالتها راح تكون داعمة للبروتوكولات أو للستاندرز اللي هي تتكونها هذه المؤسسة. أوكي فهو من ناجة التسمية، يعني يقول لك سونت نيتورك، يعني أنت تشتري مجموعة من الأجهزة، مجموعة من الأكومنت يعني اللي هي تدعم هذا النوع من البروتوكول، واللي هي يعني هذه المؤسسة مسؤولة عن تكوين هاي الأجهزة. فمن تشتري هاي الأجهزة من عندها راح تقدر أنت تولد أي نوع من أنواع النيتورك، أي نوع يعجبك يعني، وبالتوبولوجيز اللي تعجبك سواء مش ستار باس الى اخره. نجي هسه هنا مثلا انا عندي مجرد هذا يطلق عليها يعني اللي هي فد شبكه او نتورك بسيطه. انا عندي هنا مجموعه من الترانسميشنز ترانسميتر، يعني راح تدخل هنا على هذا الملتبلكسنج اللي هو يحاول يجمع هذه السيجنالز كلها مع بعضها البعض. هذا هنا انا عندي ريبيتر أو ريجنريتر اللي حيرجع مرة الثانية يولد لك الإشارة، يعني الإشارة مثلا على بعد كل 100 متر أو 200 متر يصير بها توهين، فهذا الريبيتر أحطه أنا حتى يرجع مرة اللخ، يعني شنو يقوي لك الإشارة، وهكذا. إلى تجي هنا اللي هو الـ ADM، هذا الـ ADM اللي هو الـ Add أو الـ Drop، يعني أنت فرضا يعني تريد تسوي عملية حذف أو إضافة، يعني حذف ريسيفر العفو حذف ترانسميتر أو إضافة ترانسميتر. يعني كيفك علي أجبك، يعني هذه هنا تقوم بعملية إضافة أو حذف للإشارة المرسلة. هنا أيضا إعادة إرسال أو إعادة يعني تكوين وتوليد للإشارة، ثم تروح هنا للدي ملتبلكسنج اللي هو يقوم بعملية يعني توزيع الإشارات إلى الرسيفرز. أوكي فهذه هي ما يطلق عليها يعني النت. يعني مثلا هنا أوضح شوية فكرة على الـ ADM، يعني
كفكرة تطبيقية يعني مثلا، يعني مثلا انت عندك بالاوبتيكال فايبر، فرضا انا عندي فيشة خاصة فرضا مدينة بغداد يعني بشكل كامل نقدر نقول، اذا انت تريد تقطع النت على مدينة بغداد مجرد انه نسوي دروب حذف، حذف للكيبل الخاص بمدينة بغداد، خلاص بعد ما راح يجي نت مدينة بغداد. نفس الشيء فرضا البصرة فيها كوفت كيبل خاص بالبصرة، يعني تريد ماكو نتيجة على البصرة، شو تسوي؟ تقوم بعملية حذف الكيبل، يعني حذف الكيبل يروح النت عن البصرة. لا، تريد يجي نت للبصرة أو البغداد، مجرد تضيف الكيبل يعني اللي خاص مدينة بغداد راح يجي إنترنت البغداد، وهكذا. أوكي، فهذا هو يعني فكرة الأد دروب. أجي على البلوتوث. البلوتوث هو يعني ستاندرد أيضا لعملية إرسال الإشارة، فهو يقوم بعملية ربط أكثر من جهاز، يعني إنه ممكن يكون أنت عندك كمبيوترز، لابتوبس، كاميرا، برينترز إلى آخره، تقدر تربطها باستخدام البلوتوث. والبلوتوث ينقسم إلى نوعين من ناحية الهيكلية مالته أو الشبكة اللي يقدر يعني إنه يعني يزودها. أنا عندي البيكو نتورك والسكاتر نتورك. بالنسبة للبيكو نتورك، بيكو نتورك تكون يعني شبكة بسيطة، عدد الأجهزة مالتها كلش قليلة. راح تكون أنا عندي البرايمري جهاز، البرايمري ديفايس اللي هو يكون مثل موزع، والسكندري ديفايس اللي هو يستلم من عنده. تكون عدد الأجهزة اللي أنا دا أربطها بسيطة، هذا تقع عليها بيكو نيتورك. أما بالنسبة للسكاتر نيتورك لا، يعني أنت عندك هاي بيكو نيتورك وعندك هاي بيكو نيتورك، واحدة ترتبط بالثانية عن طريق اللي هو البرايمري سكندري. يعني أنت عندك مجهز أساسي هنا لهاي شبكة البيكو، وأنت عندك هذا هنا اللي هو يعتبر سكندري بالنسبة لهاي الشبكة، ولكن هو يعتبر برايمري بالنسبة لهاي الشبكة الثانية، فدا يرتبطون وحدة ويا الثانية عن طريق هذه الحاسبة. أوكي، يعني هسه عندك فاتح هاي الحاسبة، هاي يمكنك على هاي النوبة، هاي نفسها أنت تقدر تستخدمها حتى تربطها ويا هاي الشبكة الثانية. أوكي، فهذا ما يطلق عليها اللي هو السكاتر نتورك. وخلصت محاضرتنا، إن شاء الله المحاضرة الجاية راح نأخذ الداتا لينك لير. شكرا جزيلا.